بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا. أهلا ومرحبا بكم، ونحن نتكلم عن أحكام الأضحية والزكاة، وهذه الحلقة الثالثة، وسنتكلم فيها عن الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة والمكروه منها. الأفضل من الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر، إن ضحى بها كاملة ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. والأفضل منها صفة الأسمن الأكثر لحما الأكمل خلقة الأحسن منظرا. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، والكبش العظيم من الضأن، والأملح ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يعني قوي، يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، أخرجه الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح. والفحيل من الفحل، ومعنى يأكل في سواد إلى آخره، أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود. وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين وفي لفظ موجوئين، رواه الإمام أحمد. والسمين كثير اللحم والشحم، والموجو الخصي، وهو أكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالبا، والفحل أكمل من حيث تمام الخلقة والأعضاء. هذا هو الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة، والمكروه منها ما يلي: واحد، العضباء، وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف أكثر. ثانيا، المقابلة، وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام. ثالثا، المدابرة، وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف. رابعا، الشرقاء، وهي التي شقت أذنها طولا. خامسا، الخرقاء، وهي التي خرقت أذنها. سادسا، انتبهوا يا إخواني لهذا الضبط، الميم ستكون مضمومة والصاد ساكنة والفاء مفتوحة والراء كذلك. المصفرة، وهي التي قطعت أذنه حتى ظهر صماخها، وقيل المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ. المستأصلة، وهي التي ذهب قرنها كلهم. البخقاء، وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها. والمشيع، وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق ببقية القطيع، ويصح كسر الياء المشددة أن نقول المشيع، وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعف فتكون كالمشيعات لهن. هذه هي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بها والتي تعاب بها. وإذا أردنا في حديث البراء اللي مر معنا في هذه الشروط، فيلحق بهذه المكروهات كالآتي: البتراء من الإبل والبقر والمعز، وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر. ثانيا، ما قطع من إليته أقل من النصف، فإن قطع النصف فأكثر، فقال جمهور أهل العلم لا تجزي. ثالثا، ما قطع ذكره. رابعا، ما سقط بعض أسنانها ولو كانت الثنائي أو الرباعيات، فإنه فقد بأصل الخلقة لم تكره، إذا كان هذا الفقد من أصل الخلقة لم تكره. خامسا، ما قطع شيء من حلمات ثديها، فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره، وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس به. فإذا ضمت هذه المكروهات الخمس إلى التسع السابقة صارت المكروهات 14. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على ذكره. وفي الحلقة الرابعة بإذن الله نتكلم عن ما يجزئ، أو في من تجزئ عنه الأضحية، في من تجزئ عنه الأضحية. فإلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله وأمنه، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد.